بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والمحبة مشاهدينا الأحبة. أهلا بكم إلى لقاء جديد متجدد من برنامجكم من عمان، هو آخر لقاء قبل انطلاق فعاليات مهرجان مسقط 2014 اللي راح ينطلق إن شاء الله يوم الغد، وراح يكون أيضا هناك برنامج هلا مسقط مواكب لفعاليات مهرجان مسقط 2014 في إطلالة جديدة تواكب مختلف فعاليات المهرجان. حياكم معنا مشاهدينا إلى لقاء جديد، الحلقة الختامية، وحضرنا لكم مجموعة من المحطات، مجموعة من المتابعات. كل أمنياتنا لكم تقضوا برفقتنا مشوار طيب وجميل مع تنوع دائما حريصين عليه في برنامجكم من عمان. فاصل قصير مشاهدينا وراجعين لكم مع أولى المحطات. أنا أقدم لعائلتي دائما دجاج الصفاء الطبيعي والشهي، طازج ونقي. دجاج الصفاء 100% طبيعي وشهي، 100% عماني وحلال. الصفاء اختيارك الطبيعي الصحي والشهي. الصفاء. مشاهدينا من جديد سعيدين بتواصلكم، طيب متابعتكم، تحية لكل من لا تسوى عينه لخدمة عمان في مختلف مواقع العمل والبناء والجد والاجتهاد. إذا مشاهدينا حلقة جديدة هي الختامية قبل انطلاق فعاليات مهرجان مسقط 2014 يوم الغد إن شاء الله، إطلالة جديدة لبرنامج هلا مسقط راح يواكب إن شاء الله مختلف فعاليات مهرجان مسقط. كذلك نعتذر لكم مشاهدينا عن عدم بث برنامج المسابقة العمانية، وإن شاء الله راح نعاود من جديد بث هذا البرنامج إن شاء الله في الفترات القادمة يوم الغد، إطلالة لبرنامج هلا مسقط وأيضا لنقل الحفلة الغنائية الأولى لمهرجان مسقط في هذه الدورة 2014 اللي راح يحييها الفنان ماجد المهندس والفنانة كارمن سليمان، وإن شاء الله تقضوا مشوار طيب ومتابعة جميلة مع هذا الحفل الغنائي. إذن أيضا مشاهدينا مع أولى محطات حلقة اليوم اخترنا لكم الحديث عن إنجاز عماني جديد يضاف إلى الهيئة العامة لحماية المستهلك، وهو تصنيف الهيئة العامة لحماية المستهلك ضمن أكبر 5 انتصارات تحققت للمستهلكين على مستوى العالم في العام 2013. تمثل هذا الإنجاز في حصول الهيئة على مركز متقدم عن أكثر من مشروع رائد في حماية المستهلكين، كان هو الجهاز الكفي لضبط الأسعار وأيضا إرسال رسائل نصية للتأكد من في حالة وجود مخالفة معينة والتأكد من ضبط الأسعار في الأسواق. راح نحتفي مع الهيئة العامة لحماية المستهلك وأيضا نتعرف على جديدهم من الإنجازات القادمة من خلال وجود الأستاذ عمر بن فيصل الجهضمي مدير عام خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بالهيئة العامة
لحماية المستهلك. مساء الخير أستاذ عمر، سعيدين جدا بوجودك معنا ونبارك لكم هذا الإنجاز. أحسنت، أهلاً وسهلاً بك. الله يسلمك يا رب. في البداية يعني نريد أن نتعرف على طبيعة هذا الإنجاز واللي أهلكم أنكم تحصلوا على هذا المركز وتحصلوا على أكبر 5 انتصارات على مستوى العالم تعنى بحماية المستهلك، ونحن نعرف أن عمر الهيئة ما زال قصير يعني. أكيد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً هذا الإنجاز يضاف إلى 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 إنجازات ونجاحات الهيئة العامة لحماية المستهلك في ظل هذا العمر القصير. استطعنا نحن انضمت الهيئة في مؤخراً إلى المنظمة الدولية لحماية المستهلك. نعم. وكانت بكورة مشاريعنا كان موضوع الجهاز الكفي. نعم. واستطعنا الحمد لله أن يحظى بتقدير واهتمام المسؤولين بحماية المستهلك في العالم، وأن يعد هذا الجهاز أحد نجاحات المستهلكين. نحن هذا الجهاز الكفي بدأنا في تطويره منذ فترة، استطعنا أن نأخذ نصل للفاينل بالنسبة لجهاز صاحب الجلالة بخصوص الإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية. أخذنا جائزة جريدة الرؤية، الجائزة الأولى على مستوى السلطنة، جائزة الرؤية في المجال الاقتصادي، جريدة الرؤية الاقتصادية. ممتاز. ثم استطعنا الحمد لله الآن أن نحظى هذا المشروع في أن يكون واحدة من 5 المشاريع في العالم. طيب أستاذ عمر، لما نتكلم عن المنظمة العالمية للمستهلكين، نحن نتكلم عن أكثر من 220 هيئة ودولة. نعم. تتبع هذه المنظمة. نعم. وش هي العوامل اللي ساهمت في أن تحصل هي العامة لحماية المستهلك بالسلطنة على هذا الإنجاز؟ هو اللي حصل أنه طبعا نجاحات الهيئة دعت أن المنظمة الدولية لحماية المستهلك أن تطلب من الهيئة العامة لحماية المستهلك الانضمام لهذه الجمعية حتى يتم نشر التجربة العمانية على بعض الدول أو للدول المنضوية تحت هذه المنظمة. ما تحقق في السلطنة، طبعا هم بنفسهم قيموا، كان لنا في شهر نوفمبر الماضي اجتماع لمجلس إدارة المنظمة الدولية لحماية المستهلك في السلطنة، لمسوا تجربة السلطنة في عمرها القصير وما تحقق لها من إنجازات على أرض الواقع. فطبعا كان لهم إشادة في هذا الجانب، تم نشر عبر مواقعهم كافة إنجازاتنا لكافة الأعضاء اللي هم 150 دولة، 220 أكثر من 220 جمعية منضوية وجهة حكومية فيها. فقيموا تجربتنا، من خلال هذه التجربة أخذت تجربة الجهاز الكفي واعتبر واحد من 5. طيب نحن يعني نريد أن نتعرف على هذا الجهاز الكفي، كيف تقنية التعامل معه، كيف يقوم من خلال المراقب على ضبط الأسعار بطريقة فعلا تؤهلنا للحصول على هذا المركز المتقدم؟ نعم، هو حقيقة يعتبر الأول، نحن نقول في المنطقة في الشرق الأوسط، لكن هو أيضا في العالم يعتبر. يعني ما أعتقد، نحن ما جتنا تجارب الدول الأخرى تقول أنه يطبق هذا النظام. هذا الجهاز يستطيع، نحن عن طريق الخادم وغيره وفرنا به كافة بيانات أسعار السلع في المراكز التجارية. يستطيع المفتش أثناء جولة الميدانية التأكد من مطابقة السعر الموجود في الرف مع ما هو مدون لديه. يعني الآن الجهاز الكفي لديه قاعدة بيانات بالأسعار الموجودة في المجمعات التجارية كافة اللي فيها أنحاء السلطنة، يعني بمئات الألوف بيانات مخزنة لديه، كود السلعة وسعرها. نعم، عن طريق ما يعرف بالقاري الرقمي ذا البركودة. أيضا يستطيع من خلال تحرير المخالفة، تصوير المخالفة، فيه إمكانيات. نحن تحولنا أيضا القارئ الرقمي، تحولنا من العمل اليدوي، نحن نواكب الآن ما هو متطلبات المرحلة القادمة. عند إنشاء هي أردنا أن ننطلق مما وصل إليه الآخرين، يعني أن لا نبقى في مكاننا، أردنا أن ننطلق للأمام. فاستطعنا أن نوفر هذا الجهاز. هذا الجهاز أيضا يستطيع أن يبث رسالة توعوية للمستهلك، نستطيع من خلاله أن نعطي للمستهلكين توصية أو ما يعرف برسالة توعوية، كيف يختار سلعته، ما كيف يختار سلعته، أسعار السلع، كافة البيانات مدونة في هذا الجهاز. ممتاز. أنتم متى بدأتوا تطبقوا فكرة الجهاز الكفي؟ نحن حقيقة الآن سنة من عام مضى بدينا فيه، أضفنا له أشياء كثيرة، استطعنا أن نواكب المرحلة حاليا. نحن وصلنا الآن للإصدار 8 من تطبيق هذا الجهاز. طيب بلغة الأرقام، يعني الفرق بين قبل تطبيق فكرة الجهاز الكفي والآن، عدد المخالفات التي سجلت، عدد الضبطية، عدد الإنجازات التي تحققت ولمستوها أيضا من ارتياح المستهلكين. نعم، هو حقيقة نقلنا نقلة كبيرة، استطعنا من خلاله أيضا أن نحرر ما يعرف بإجراء التحقيق المكاني بدون الانتقال لمقر الهيئة لتحرير لأعمال التحقيقات للمخالفين. في سهولة في الأداء،
هو أونلاين ما يعرف مربوط فورا مع المراكز الرئيسية. نحن نستطيع أن نعرف في خلال فترة النهار أو مثلا موظفين يعملون للفترة المسائية أين هم وماذا يعملون خلال المتابعة ما يعرف بأونلاين على البث بالبث المباشر، نعرف أين هم وماذا يعملون وعدد مخالفاتهم قبل أن يصل إلي. ولا يستطيع المفتش أيضا أن يتم أن يتلاعب بأي مخالفة حررها عن طريق الجهاز الكفي. نحن أزلنا ما يعرف بالمعاملة الورقية الآن، فانتقلنا كل هذه البيانات وكل هذه المخالفات وكل هذه الإجراءات تصل إلى قاعدة بيانات موجودة في الهيئة. نعم في مراقبين نعم، وفي الإدارات مربوطة مع الإدارات نفسها، ومن ثم نحن نتابعها بيك أب. إذن كل المفتشين موجود متوفر لديهم هذا الجهاز؟ استطعنا نغطي جزء كبير. نعم كل المفتشين وتكلفته عالية جدا، لكن مع ذلك استطعنا الحمد لله أن نوفر لكل المفتشين. وإيش اللي يحصل؟ أنه هناك فريق تفتيش يخرج بشخصان لنفترض في كل مركبة، لابد يكون الجهاز موجود مع الطابعة مع الشاحن مع الخاص بهذا الجهاز. طيب إذا أراد المفتش أن يقوم بعملية ضبطية لمحل تجاري مجمع غير مسجل بياناته في هذا الجهاز، كيف بإمكاننا يستفيد من خدمة الجهاز الكفي في مراقبة هذه السلع؟ جميل. ما يحصل حاليا نحن أيضا رابطينهم مع بيانات السجل التجاري الخاص بوزارة التجارة والصناعة. عندما يصل لمحل لا يجد بيانات المحل لأنه برقم الشارع والموقع، يتم في حينه إضافة هذه البيانات في الجهاز، عندهم تم تدريبهم عليه ومن ثم تخزين هذه البيانات، وبعد ذلك يبدأ في الانطلاق. نحن نحرر مخالفة ونصور الوقائع مباشرة من هذا الهاتف. طيب أنت الآن تتكلم عن سلع، ماذا عن الخدمات؟ أيضا هي أيضا تشمل أيضا خدمات. لأنه أي خدمة لدى الهيئة بيانات عنها يتم متابعتها أيضا، اللي هي أماكن المطاعم، أماكن الحلاقة، صالونات الحلاقة للرجال، هذه بياناتها لدينا ونحن نتابعها. وميزة أن المفتش يقدر أن يضيف بيانات جديدة، إضافة جديدة، يعني يقدر إضافة لأي محل لأي خدمة. نعم زي ما ذكرت لك، إذا وصل لموقع غير مدون يستطيع في حينه إضافة هذا الموقع. ممتاز. وبالتالي تكون عندنا بيانات جديدة مضافة للخادم الموجود بالهيئة. جميل. طيب إضافة إلى ذلك، الآن في طريقة أخرى للواحد أن يقدم شكوى على سلعة معينة بالتركيز على الجانب التقني، موقعكم أو رسائل نصية القصيرة مثلا؟ نعم، بالإضافة إلى ذلك نحن أضفنا تطبيق جديد يستطيع من خلاله إذا نزل التطبيق المستهلك في هاتفه الذكي يستطيع أن يصور المخالفة في أي موقع كان ويرسله لمواقعنا مباشرة، ويستطيع موظفينا أو مفتشين التعامل المباشر مع هذه الشكوى. طيب تراعوا الجوانب يعني الخصوصية بصالونات تجميل النسائي، في مفتشات وصالونات يعني الرجال الخدمات مثلا؟ نعم نعم، هذا أخذنا في طبعا عند إنشاء الهيئة هذا الجانب، وتم تعيين العديد من أخصائيات الضبط خدمات وسلع يقومون دورهم من ضمن مهامهم أيضا تفتيش أو زيارة هذه المواقع للتأكد من تطبيق تلك المحال للقرارات الخاصة بالهيئة. طيب أستاذ عمر، يعني مؤخرا المركز الوطني للإحصاء فاجأنا بإحصائية يعني كانت مذهلة للجميع، لغة الأرقام تتحدث عن أكثر من 1,700,000 من عدد العمالة الوافدة الموجودين ويجوبون محافظات السلطنة، يعني شمالها وجنوبها شرقها وغربها. هل تؤثر هذه البيانات وبالتحديد من هذه الفئة بالتحديد على جهودكم؟ تشكل عقبة في مسيرة الهيئة العامة لحماية المستهلك كونها يعني أصبحت يعني مسيطرة على الكثير من الجوانب التجارية؟ طبعا لابد يعني لا يذهب عن بالنا بعيد انه هذه الفئة منهم من هم مستهلكين. نعم. وموظفين وعمالة تعمل لدى القطاع الخاص والقطاع الحكومي. نعم. فجزء منهم هو مستهلك وجزء منهم هو ايضا مزود اللي هو يعتبر التاجر. نحن لا يهمنا الا من يطبق القانون والقرارات المنظمة لأعمال السوق. متى ما كان هناك تقيد وتنفيذ لهذه القرارات ليست لدينا مشكلة. المخالف هو مخالف سواء كان وافد أم غير وافد. نعم. طيب يعني هل وصلنا إلى مرحلة متقدمة في موضوع المستهلك المراقب؟ يعني هو الذي يراقب سلعة بنفسه، هو الذي يكون يعني من يرعى مصالحه، يتواصل مع الهيئة في وجود أي مخالفة حتى يبتكر أفكار جديدة مثلا؟ أكيد أكيد، نحن عندنا الآن ما يعرف ب
بمواقع التواصل الاجتماعي غير موقع الهيئة على الانترنت. عندنا ما يعرف بالفيسبوك والتويتر. والتويتر الآن في التويتر فوق 45,000 متابع، وهم أيضا العين الثانية لنا الذين يمدون لنا كل البيانات التي في السوق وملاحظاتهم، ومن خلال هذه الملاحظات يتم التعامل المباشر معها. طبعا لا نستطيع احنا كمفتشين او متابعين لحركه السوق ان نغطي كافه انحاء السوق، فبالتالي المستهلك هو العين الثانيه لنا، ومن يدلنا على ما يجد في السوق ما يوجد في السوق من مخالفات او ملاحظات للحد منها والوقوف ضدها ان شاء الله. طيب، يعني هذا الانجاز سيتمكن حتى يعني بقيه المنظمات الاخرى العالميه المعنيه بحمايه المستهلك من الاستفاده منه. اكيد. ماذا عن العمليه العكسيه؟ استفادتكم ايضا من تقنيات الاخرين، امكانياتهم، يعني خدمه جديده سندشنها مثلا مع مطلع هذا العام الجديد؟ نحن حقيقه هناك اكثر من خطه لتنفيذها في عام 2014، نسعى ان يكون تواصلنا ان نصل للمستهلك اينما هو وجد. يعني نحن قد يكون لنا أيضا في القريب العاجل ما يعرف بالمكاتب المتنقلة، سنتوفر أينما يتوفر المستهلك، في الأسواق، في الأماكن الصناعية، حتى لا يتكبد المستهلك عن الوصول إلينا في مواقعنا الثابتة. ممكن يتجه لأقرب موقع متحرك ويبلغ شكواه ويتم التعامل معه في حينه. جميل. طيب، الكل يترقب يعني انطلاق فعالية مهرجان مسقط يوم الغد إن شاء الله، تحضيرات الهيئة لأن تكون حاضرة في المهرجان، مسألة التوعية، حضور أكبر عدد ممكن من الجمهور حتى تصل رسالة الهيئة. طبعا الهيئة متى ما طلب منها أن يكون لها دور في هذا الجانب فستقوم بذلك. طبعا مهرجان مسقط تتولاه جهة معينة هي تقوم بكافة الأمور المتعلقة بتنظيم هذا المهرجان. نحن متى ما طلب مننا ذلك سنكون متواجدين. نحن نتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله تتوالى الإنجازات للهيئة العامة لحماية المستهلك، أن نصل فعلا إلى هذا المستوى الجيد والرضا الكبير من المستهلكين بالخدمات التي تقدمها الهيئة والإنجازات. نشكرك على وجودك معنا الأستاذ عمر بن فيصل الجهضمي، مدير عام المديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بالهيئة العامة لحماية المستهلك. شكرا جزيلا لك. شكرا. إذا متواصلين معكم مشاهدينا، ما زالت معنا مجموعة من المحطات، مجموعة من الموضوعات في أمسية اليوم. فاصل قصير مشاهدينا وراجعين لكم مع متابعة جديدة. من المؤسف أن تحتاج أمة أول كلمة نزلت في كتابها ودستورها الثقافي اقرأ إلى من يحثها على القراءة. قال أحدهم: يجمع الكثير من الكتاب على أن الكتاب هو الوسيلة الأولى للتثقف واكتساب المعرفة، وبالرغم من أهمية الكتاب في تحقيق الحضارة والتقدم، فإن البلدان العربية بشكل عام تعاني من ضعف القراءة وحب الاطلاع، حيث تشير إحصائيات اليونسكو عام 2012 إلى أن متوسط قراءة الفرد في المنطقة العربية بلغ 6 دقائق في السنة. كما تشير الإحصائيات إلى أن متوسط ما يطبع من الكتب في البلدان العربية لا يتجاوز 3000 نسخة للكتاب الواحد، وهذا العدد لا ينفد في الغالب في أقل من 3 سنوات. هذه الأرقام المخيفة تبرز مشكلة حقيقية في زمن تتدفق فيه المعلومات وتزداد فيه المعارف العلمية. ومع الجهود التي تبذل لحل هذه المشكلة أو الحد من تفاقمها، فإن هذه الحلول في الغالب تعد حلولا مؤقتة لا تقدم تغييرا حقيقيا. ها نولعها نلعب بالجوكر؟ ايه رايكم الجوكر هو اللي هيلعب بيكم؟ معايا ورق نار هيولع اللعبه وهيولع الجو وهيولع كيفه كمان. ماد قلت لك سنيكرز ليه؟ انت كل ما بتجوع بتتجنن. احسن احسن. انت مش انت وانت جعان. سنيكرز ما توقفش. ما توزع تاني. أنا أقدم لعائلتي دائماً دجاج الصفاء الطبيعي والشهي طازج ونقي.
دجاج الصفاء 100% طبيعي وشهي، 100% عماني وحلال. الصفاء اختيارك الطبيعي الصحي والشهي. الصفاء. حياكم مشاهدينا من جديد، وإن شاء الله قاضين برفقتنا مشوار طيب مع هذا التنوع اللي دائما نكون حريصين عليه في برنامجكم من عمان. هذه المرة حديثنا عن القراءة، وبالتحديد عن دور المكتبات الأهلية في أن تكون رافد حقيقي للثقافة والمعرفة للأفراد. لا تقوم أي أمة اليوم مشاهدينا إلا بالقراءة إلا بالثقافة. كيف تبنى الحضارات إذا لم يكن الكتاب مصاحبا لها؟ كيف يبنى الأوطان؟ كيف تبنى المؤسسات إذا ما كانت القراءة حاضرة وملتصقة بنا أينما كنا؟ أن نتجاوز مرحلة أن تكون هواية إلى أن تكون عادة نمارسها كما نمارس بقية الأشياء في حياتنا اليومية. نتحدث هذه المرة عن المكتبات الأهلية الموجودة، كيف تقوم بدورها، ثم كيف نسعى إلى أن تكون هناك رؤية من الجميع لإنشاء مكتبات أهلية في مختلف محافظات وولايات السلطنة. نشرك في الحديث عن هذا الموضوع شخص متخصص في هذا المجال، الأستاذ خميس بن راشد العدوي، رئيس مجلس مؤسسي مكتبة الندوة العامة بولاية بهلا. أهلا ومرحبا بك أستاذ خميس معنا، سعيد جدا بوجودك. أهلا وسهلا وشكرا لكم على هذا الاستضافة، شكرا كذلك لبرنامج من عمان. بارك الله فيك. أنا أريد أبدأ قبل أن نتكلم عن المكتبات الأهلية أن نبدأ بالمكتبات المنزلية. إلى أي مدى من الأهمية أن يكون الوالدين على إدراك كبير بأهمية أن تكون في كل منزل مكتبة منزلية، كما في المنزل حرص على أن يكون هناك مجلس صالة وبقية المرافق الأخرى؟ وبالحقيقة لما نأتي إلى الحديث عن المكتبات المنزلية، أنا بتصوري أنه مجتمعنا العماني قطع شوطا كبيرا في إيجاد هذه وفي تشكيل هذه المكتبات داخل المنازل. اليوم طبعا المكتبة لا تقتصر فقط على نوع معين أو على ثقافة معينة، وأيضا وليس على وسيلة محددة. بالضبط. اليوم يعني إذا نفكر في مكتبة ورقية كذلك نفكر في مكتبة رقمية. بالضبط. اليوم يعني الإنسان منذ أن يخرج، خلينا نقول يعني وبغير مبالغين في هذا، منذ أن يخرج من الطفولة إلى مرحلة المراهقة يكون لديه جهاز حاسب آلي، سواء كان يعني في التلفون أو في الآيباد أو في الجهاز الكمبيوتر العادي، يتواصل بنفسه مع العالم. فتصور أنه يعني محتاجين أن نوجد هذا النوع من الثقافة ونربطها بالطفل منذ نعومة أظفاره. لكن طبعا هذا أنا بنظري أنه يعني لا يعفي يعني وجود الرقم، المكتبة الرقمية الشخصية خلنا أقول أكثر من أن تكون المنزلية، لا تعفي عن وجود مكتبة ورقية داخل المنزل، لأن هذا تعطي انطباع للطفل منذ بداية عمره أن هناك داخل البيت، من ضمن تركيبة البيت، من ضمن يعني شكل البيت، أن توجد المكتبة كما يوجد التلفزيون ويوجد المطبخ وتوجد الغرفة وتوجد السبلة، توجد أيضا مكتبة. المكتبة موجودة منذ أن ينشأ ويفتح الإنسان يعني حواسه على الحياة، تكون هذه المكتبة موجودة. نعم. طيب، الملاحظ دائما عند الحديث عن أهمية وجود الكتاب والقراءة تربط في مؤخرا بموضوع المكتبة الإلكترونية والقراءة الإلكترونية الرقمية، لذلك الكثير ما يقول طيب انتم خلونا قبل نتاكد من قراءه الكتاب الورقي ثم يعني نقول ان هناك حل بديل، يعني انتم تهضمون بذلك حق الكتاب الورقي، حق ان نكون في البدايه متمسكين اصلا بالكتاب الورقي، المكتبات الالكترونيه والرقميه امر اضافي اخر. هو انا اتفق في 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 حيثيه استاذ في هذا الجانب. نعم. وذلك انه الطفل يعني عندما يبدا يتعامل مع الاشياء المحسوسه وليس مع الاشياء المجرده. نعم. يعني التجريد يأتي مع التطور الذهني لعمر الإنسان. نعم.
ولذلك عندما يبدا الانسان ساتفق من هذا من 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 هذا المنحى ان وجود المكتبه الورقيه هي تعطي انطباع لدى الذهن ان المكتبه كائن حي كائن موجود معه في البيئه، وبالتالي ينشا على هذا الاساس من وهذا التصور في ذهني منذ اول الامر. لكن هذا ايضا لا يقلل من التحولات البشريه التي تحصل وان توجد في نماذج ذهنيه يعني داخل ذهن الانسان منذ بدايه عمره بوجود مكتبات رقميه كما قلت لك يعني بمختلف الاجهزه التي يتعامل معها الانسان. جميل. طيب يعني كيف الان تنظر الى واقع المكتبات الاهليه الموجوده في السلطنه؟ كيف تؤدي دورها في موضوع ربط المجتمع بالقراءه وبالثقافه وبالكتاب؟ الحقيقة يعني خلني أكون صريحا معك في هذا الجانب. المكتبات في عمان والمكتبات أقصد الأهلية العامة التي تعطي خدماتها للمجتمع قليلة جدا جدا، يعني لا يتناسب مع يعني هذه الرحلة العظيمة من إنشاء الدولة الحديثة في السلطنة وأيضا مع التاريخ العريق الذي مرت به عمان. يعني أنا بحثت في موضوع المكتبات الوقفية فقط في بهلة بالنفس، فوجدت العشرات من المكتبات على تاريخنا العماني في مدينة واحدة فقط. فاليوم عندما نتكلم على سبيل المثال أنه مسجلة حوالي 50 مكتبة أهلية في وزارة التراث والثقافة، هذا يعتبر شيء قليل جدا يعني بالنسبة لعمان. ومع هذا إذا أردنا يعني أن نفحص هذا الموضوع ستجد يعني المكتبات التي هي فعلا عاملة من هذه المكتبات المسجلة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة. فإذا عندنا فعلا إشكال في هذا الجانب، وهذا الإشكال يعني لا أستطيع أن فقط يعني أنحو به لاتجاه واحد مثلا يعني مؤسسة حكومية أو فقط أقول أنه يعني لأبناء ذلك البلد، أقول إن هي ثقافة يفترض على الجميع أن يوجدها، سواء كانت يعني هذه الثقافة تتشكل في المدرسة أو تتشكل في الجامعة أو تتشكل في المجتمع أو تتشكل في المسجد أو تتشكل في التلفزيون أو في الإذاعة، بمعنى أن يكون هناك في هم يوم وفي برنامج على طول العام يحث الإنسان والعماني على صنع وتشكيل مكتبة في بلده. جميل. طيب يعني أنت ذكرت هذه الأرقام وذكرت في دراستك عشرات المكتبات في ولاية بهلة. نعم. تحديدا، ونحن نعرف أن المكتبات الأهلية طبعا هذه قديما. نعم قديما. أيوة. يعني كما ذكرت. نعم. هذا سؤالي هو، أنا أقصد بالسؤال أيضا أن المجتمع العماني مجتمع متكاتف كما هو معروف متآلف. نعم. والمكتبات الأهلية تحتاج من مسماها إلى من يتبرع يعني تبرعا للقيام بهذه المكتبة وإدارتها. هل وقفت على الأسباب في أن لا نجد مكتبات أهلية في عمان بشكل كبير وهي مكتبات أهلية من مسماها أهلية؟ بالحقيقة يعني في تصوري في هذا الجانب أنه يعود إلى نحن ثقافة المؤسسات والمجتمع المدني لا زالت عندنا طرية، لا زالت في بداية طريقها، وبالتالي يعني هذا يؤثر ليس فقط على المكتبات، على كل المنشآت أو مؤسسات المجتمع المدني لا زالت في بدايتها، لا زالت أيضا في نعومة أظافرها يعني في مجتمعنا. وبالتالي هذا ينطبق على المكتبات وعلى غير المكتبات. أما من حيث يعني فكرة الوقف وحضور الوقف المالي أو الوقف البدني أو العقاري، هذا حاضر بكثافة. ثقافة عمان بالحقيقة يعني هي قائمة على أحد رواكز مرتكزات ثلاثة يعني في 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 عمان أو أربعة في عمان، ويعني البيت المال والوقف والفلج والبحر. لكن بهذه الصورة بالبناء المؤسسي الذي يعيشه الإنسان المعاصر الآن لازلنا جديدين في هذا المجال، فلذلك أقول إنه يحتاج لنا إلى فترة من الزمن أن نرسخ الثقافة، والترسيخ هذا يكون ترسيخا عمليا ليس فقط نظريا، أن نوجد
يعني ندرب ابناء المجتمع على 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 مثل هذه الاعمال التطوعيه، ان نوجد محفزات في هذا الجانب، ان نوجد ورش العمل، ان نوجد ان تقف ايضا مؤسسات الحكومه والدوله مع المؤسسات المجتمع المدني بحيث يعني تعمل على ايجاد هذه البنيه الاساسيه لدى الانسان قبل ان تكون لدى الواقع المادي. طيب يعني على حد علمي ان مكتبه الندوه العامه مثالا بولايه بهله تاسست وقامت على مجموعه من الافراد لا يتجاوزون العشرة ربما والاقل. نعم. الان السؤال يعني اليوم نشاهد الكثير من السبل والمجالس العمانيه في مختلف محافظات السلطنه. نعم. وتقام وتنشأ بتبرعات من المجتمع وب يعني جوده راقيه وبامكانيات متقدمه. ما الذي يمنع من وجود مكتبات اهليه طالما ان الاداره لا تحتاج او الفكره في بدايه الامر لا تحتاج اكثر من 5 إلى 6 أشخاص؟ نعم. وهناك نماذج اخرى لمؤسسات اخرى تقام وتدار ايضا. هو بالحقيقه ساضيف لك يعني اذا انت تريد ان ترى هذا الجانب ساضيف لك بالنسبه الى السبل اضيف لك ايضا المساجد. صحيح. المساجد يوميا يعني تنشا ويعني وبتبرعات بالحقيقه يعني من المجتمع، وهذا شيء جميل. لكن في هناك فرق جوهري فيما اتصور ان المسجد والمجلس ما يحتاج الا لفتره بنائه، بناء مبناه فقط، بعد ذلك يعني المسجد يعني ما يكلف يعني شيء، خلاص المسجد قائم الا اللهم بعض الاشياء الاضافيه ويعني طهاره المكان ونظافته وكذا يعني. لكن بالنسبه للمكتبه هي عباره عن مؤسسه ثقافيه اداره، وبالتالي محتاجه الى اداره. انا اتفق عندك انه بداناها ب5 أشخاص والمجلس المؤسسين لا زال يعني هو الان يعني 7 أشخاص، لكن من يعمل في المكتبه بالحقيقه ليسوا يعني 5 أشخاص. لا. البلد باكملها تعمل مجموعات من الشباب والشابات من التي تعمل تطوعي. طبعا تطوعي، كله تطوعي. في نعم يعني اذا اردت ان اقول انه الميزه التي يتمتع بها مجلس المؤسسين هو قدرته على استثمار وتفعيل ابناء المجتمع، ولذلك هو هذا الشيء الذي انا اقوله انه يعني محتاجين الى نوع من ورش العمل في مجتمعنا لتعليم الشباب والناشئه اداره المشاريع التطوعيه في المجتمع المدني، مؤسسات المجتمع المدني. والا العمل بالحقيقه لا يقتصر على يعني يمكن ان نقول انه من الناحيه العمليه كجانب عملي ربما اقل ناس يباشروا الموضوع عمليا هم هؤلاء الخمسه المؤسسون للمكتبه. لكن من الناحيه العمليه توجد اقسام وتوجد فروع واركان داخل المكتبه، هي مؤسسه في الحقيقه ثقافيه يقوم عليها ابناء المجتمع، ونحن مدينون للمجتمع خاصه في 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 ولايه بهله. نعم. طيب الان كيف نستطيع ان نكرر هذه التجربه في ولايه بهله حتى تكون موجوده في بقيه ولايات السلطنه؟ يعني المجتمع العماني معروف مجتمع اديب، مجتمع شاعر، تحت كل حجر في عمان شاعر، كانت مجالسنا في الماضي تعج بقراءات الادب وقراءات الشعر، فالقاعده موجوده. انا من جهتي وهذا الكلام بالحقيقه قلت الكثيرين من يعني اهلنا واخوتنا في كثير من في البلدان العمانيه، قلنا نحن في مكتبه الندوه العامه بهله مستعدون ان يعني نضع تجربتنا بيد كل من يريد ان ينشئ مكتبه، كلها من يعني مسندم الى ظفار مرورا بكل المحافظات السلطنه. البرنامج الذي تعمل عليه كثير من المكتبات داخل عمان وبعض المكتبات حتى في خارج عمان مثل في شرق افريقيا، في الشمال الافريقي، في بعض الجامعات يعني المهتمه بالكتاب العربي والاسلامي، هو البرنامج تم إعداده في مكتبة الندوة ومن شباب مكتبة الندوة. فالبرنامج هذا خرج إلى الآفاق من المكتبة، ونحن بالتعاون مع وزارة التراث والثقافة قبل 3 سنوات تقريبا أنشأنا ورشة عمل في هذا في 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 هذا الجانب. فقط نحن نريد في كل ولاية أن يوجدوا أشخاص 5 6 7 بما يتأثر إلى 10 بما يتيسر من وهم عشاق ومحبون للثقافة، ويرهنوا أنفسهم لمشروع مكتبة، يجعلوا يعني جزء من حياتهم، يعني مثل ما الإنسان يأكل ويشرب ويقرأ ويعمل في وظيفة معينة ويذهب إلى المسجد، كذلك يكون في شعوره أنه صمم حياته أن ينشي مكتبة، وهذه المكتبة تقوم وتنشأ
وبإذن الله تعالى يعني كلش بعد ذلك شيء يأتي. يعني على بالنسبة لي من واقع تجربتنا في 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 المكتب دائما أقول إنه لم نجد والحمد لله رب العالمين أي معضلة مع المجتمع طالما كانت الهمة موجودة مع الشباب القائمين على المكتبة، حتى فيما يتعلق بالجانب المالي. في الجانب المالي طبعا نحن في طبعا تحديات على المستوى الكبير، مثل وضع وقف ومثل يعني بناء مكتبة حديثة، هذا شيء نحن نعاني منه. ولكن أقول على المستوى المشاريع التي ننفذها بالحقيقة ما عندنا معاناة في الجانب المالي، لأن كل الناس شاعرة بأهمية المكتبة وواقفة مع المكتبة. فلو انطلقت هذه المكتبات، احنا ابتدأنا من غرفة صغيرة جدا، الآن أصبحت مؤسسة العام في عام 2012 فازت المكتبة بالمركز صاحب الجلالة للعمل التطوعي. هي يعني معناتها هذا ان هي يعني المركز تأتي على المستوى الاول في كل العمل التطوعي لعام 2012 كنموذج في هذا الجانب. هذه كله انا يعني اقول انه دافع والى ان يعني وجاذب ايضا لكثير ممن يهتم بالثقافة وبناء المكتبات في السلطنة أن ينطلق. وأنا متأكد ويعني إنه إذا انطلق هذا المشروع وبنفس راغبة لن تقف أمامه أي مشكلة. جميل. طيب الآن كيف أيضا نستطيع أن نستثمر الأندية الثقافية والأندية الرياضية الموجودة في مختلف ولايات السلطنة، خاصة بعد الأوامر السامية لجلالة السلطان، مبلغ مليون ريال لكل نادي، ويخصص جانب يعني من هذا الدعم للاهتمام بالجانب الثقافي في هذه الأندية، والنادي يعني من مسمى الرياضي الثقافي فهو مرتبط ثقافيا بالمجتمع. هو يعني أنا أقول في 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 مشكلة معينة سأذكر لك إياها، وفي أيضا يعني تحدي أو في يعني مجال للرغبة. هذا الجانب هو بالحقيقة يفترض أن نفس المشكلة نقول أنها موجودة في المجتمع، يفترض النادي يهتم وينظر في الشباب داخل الولاية ومن فرق متنوعة والشباب محبين للثقافة، وأن يعينهم في القسم الثقافي الذي هو يبني المكتبة داخل النادي. واليوم عندنا كثير من الطرائق والنوافذ التي يمكن أن يعني نجذب الناس إلى هذه المكتبة وأن نعرف الناس بهذه المكتبة داخل النادي، سواء كانت عن طريق ربطها بالمناشط الرياضية نفسها، الألعاب وغير ذلك، ربطها بالنوافذ الرقمية، يعني أيضا استضافة المثقفين والكتاب والشعراء والأدباء ليحيوا فعاليات في هذه المكتبة. لكن أيضا التحدي في مثل هذا الجانب مدى وجود هذه الفئة التي تؤمن بالعمل التطوعي والثقافي داخل المجتمع، بحيث ايضا تنشئه داخل النادي، لانه النادي ترى جزء من اي ولايه ومن اي بلد. نعم، انا يعني متاكد ان مكتبه الندوة ما قامت بهذا الجهد كله، وما اصبحت اليوم يعني علامه فارقه على المكتبات الاهليه في السلطنه، هكذا الامر سهل، كانت هناك اكيد مجموعه من التحديات حتى وصلتم الى هذا المستوى. اشكرك على وجودك معنا، واتمنى فعلا ان تتاح تجربتكم للجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمن يود ان يطلع على تجربه مكتبه الندوة العامه. شكرا لك على وجودك معنا الاستاذ خميس بن راشد العدوي، رئيس مجلس مؤسسي مكتبه الندوة العامه بولايه بهله. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا لهيئه العمل الاذاعه والتلفزيون كذلك. اذا متواصل معكم مشاهدينا، ما زالت معنا مجموعه من المحطات، مجموعه من المتابعات والموضوعات في امسيه اليوم. فاصل قصير مشاهدينا وراجعين لكم مع موضوع جديد. بمشاركة أكثر من 60 دولة في عدد من المواقع المختلفة بمحافظة مسقط، عبر جملة من الفعاليات التراثية والثقافية والفنية والرياضية والتسويقية والترفيهية، تنطلق غدا الخميس فعاليات مهرجان مسقط الدولي 2014،
وسط أجواء من البهجة والسرور. ويأتي مهرجان هذا العام مختلفا ومتجددا شكلا ومضمونا، حيث يحمل في طياته برامج وفعاليات تستهدف مختلف شرائح المجتمع. وقد بذلت اللجنة المنظمة جهودا مكثفة لتجهيز مواقع المهرجان واستحداث مواقع وفعاليات هدفها التنويع الزماني والمكاني للمهرجان، الذي يسعى إلى تحقيق التواصل الفاعل بين الحضارات المختلفة من خلال المشاركة المنتظمة لعديد من الدول العربية ودول العالم. وستتوزع هذا العام فعاليات المهرجان بين حديقة العامرات العامة وحديقة النسيم العامة ونادي عمان للسيارات ومسرح المدينة وشاطئ السيب، إلى جانب إقامة الحفلات الغنائية لكبار الفنانين على مسرح المدينة. هذا وسيتخلل المهرجان إقامة طواف عمان للدراجات الهوائية على 6 مراحل، وإقامة عدد من الفعاليات الرياضية بشاطئ الحيل، وسباق السيارات بنادي عمان للسيارات. حياكم مشاهدينا من جديد، وهذه المرة مع آخر المحطات في أمسية اليوم من برنامجكم. من عمان راح نتكلم عن الملتقى الإعلامي الأول للجمعيات والفرق التطوعية بمحافظة مسقط، اللي نظمته الجمعية العمانية، جمعية المرأة العمانية بمحافظة مسقط، بهدف تعريف جمعيات المرأة العمانية بالمحافظة والفرق التطوعية بالتعامل مع وسائل الإعلام، التواصل مع الجهات الإعلامية المعنية بالأمر، حتى يبرزوا الأنشطة والفعاليات التي يقومون بها في مجال التسويق والترويج الإعلامي الرائد لفعالياتهم المختلفة. راح نتكلم بشكل أكثر تفصيلي حول هذا الملتقى، الإضافة اللي راح يضيفها لعملية التسويق والترويج لهذه الفعاليات وهذه الفرق التطوعية، من خلال وجود الأستاذة عاطفة بنت حسين اللواتية نائبة رئيس مجلس الإدارة لجمعية المرأة العمانية بمسقط، رئيسة اللجنة الإعلامية والمنظمة لهذه الفعالية. مساء الخير أستاذة عاطفة. أهلا وسهلا. مساء النور. يعني في البداية حابين نتعرف على كيف جتكم الفكرة أنكم تنظموا هذه الفعالية، والملتقى هذا هو الملتقى الإعلامي الأول، على الرغم من أن أنشطة الجمعية يعني معروفة. اولا حبينا نطلع من القالب المعتاد اللي تعودوا عليه، انه جمعيات المراه الشكل النمطي المعتاد عليه. ثانيا ظهرت الفكره في الفتره الاخيره، لاحظنا انه كثير من الفرق التطوعيه بدات تلجا بحيث انها تكون تحت مظله معينه، مظله واضحه يعني او مدعومه من احدى الجهات الحكوميه مثل وزاره التنميه. فصارت تجينا كثير من الفرق التطوعيه، بالإضافة إلى أنه بدأنا نسمع عن فرق تطوعية كثيرة وما ما ما ظاهرة للمجتمع، المجتمع ما متعرف عليها، فحبينا نجمعهم كلهم في مساحة واحدة، في موقع واحد، في وقت واحد، بحيث أن نظهرهم نبرزهم للمجتمع. فمن هنا كانت نقطة الانطلاقة. طيب الواقع كيف يقول بالنسبة لجمعيات المرأة العمانية؟ هل أنشطتها بارزة تصل إلى المجتمع، ولا بالرغم من حجم الأنشطة حجم الفعاليات التي تقدم لكن ما وصلت؟ والله نحن نحاول أن نوصل للمجتمع بشتى الطرق، يعني عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، بس ما أدري هل هو قصور أو يعني طيب نظرة معينة موجودة في المجتمع أو في نساء المجتمع. الواقع يقول كذا يعني؟
انه يعني ما في تواصل ما في تفاعل مع جميع نوعا ما نوعا ما يعني في صعوبه في تقبل المجتمع لانشطه الجمعيه، او ما ادري ليش صار في عزوف عن العمل التطوعي، في ابتعاد شوي. فهذه واحده من الاسباب بعد ايضا انه خلينا الفعاليه هذه بحيث انها تطلع الجمعيه من النمطيه المعتاده. جميل. الناس تبدا تنظر لها بنظره مختلفه. طيب الان انتم يعني عرفتم المشكله، انت ذكرتي نقطتين يعني مهمات جدا، موضوع ان يعني هناك عزوف بعض الشيء عن التواصل مع جمعيات المراه العمانيه، وايضا بعض الفرق التطوعيه انشطتها جميله وطيبه لكن ما تصل بالاخرين. طيب وش الحل؟ كيف قدمتوا لهم الان من خلال هذا الملتقى حتى نجد حل لهذه المشكله ونصل ليه للمجتمع؟ اول شيء بس احب اذكر انه الملتقى ما كان فقط هذه الفعاليه، كانت فيها مجموعه من الفعاليات. ممتاز. الفعاليه الاولى كانت اللي هي افتتاح المركز الاعلامي المتخصص للجمعيه، واتوقع ان احنا بنكون اول جمعيه اهليه يكون لها مركز اعلامي متخصص لها. ثاني شيء اللي هو كان تدشين الموقع الاعلامي التابع للموقع الالكتروني التابع للجمعيه. والفعاليه الثالثه اللي كانت هي هذه الفعاليه اللي هي تجميع الفرق التطوعيه، بالإضافة إلى تكريم الشركات التي قامت برعاية فعالياتنا على مدى سنتين، وفي الأخير تكريم القائمين على الفعالية وتكريم القائمين اللي قاموا بتأسيس المركز الإعلامي. نقطة سؤالك بالنسبة لكيف قدمنا التسهيلات للفرق التطوعية، أولا طبعا احنا قمنا مثل ما خبرتك بدعوة الشركات اللي قامت برعاية الفعالية، كانوا تقريبا حوالي 17 شركة أو بنك وجهات إعلامية مختلفة. فطبعا وجودهم هذا يشكل مثل ما تقول كأنه راح يكون في حلقة وصل بينهم وبين الفرقة التطوعية. يعني الفريق التطوعي لما يتكلم عن أنشطته وأهدافه، بالتالي الشركات الداعمة ماليا بتكون عندها فكرة وتصور عن أعمالهم، فبيكون في سهولة في التواصل بينهم وفي سهولة في تقديم الدعم، بحيث أنه يخلقوا مثل ما تقول ثقة، انه في ثقه متبادله موجوده انه بالفعل هذه الفرق التطوعيه قاعده تقدم شيء مناسب للمجتمع، شيء بالفعل المجتمع محتاج. فنفس الشيء بالنسبه لانشطتنا، احنا قمنا بعمل فيلم توثيقي كامل لاعمال وانشطه الجمعيه على مدى سنتين، اللي هو الحين لان احنا الحين في نهايه المجلس الحالي، فكانت فكره جديده ورائده من نوعها انه تقديم فيلم وثائقي عن الاعمال التي تمت في خلال هذه الفتره. جميل. طيب الان يعني وجود شركات القطاع الخاص لدعم هذه الفعاليات أمر مهم، حتى يعني يقدموا الدعم المادي ويقدموا الرعاية وبالتالي تنشط هذه الفعاليات وتتسوق بطريقة مبتكرة. لكن القائمين على الجمعيات والقائمين على هذه الفرق التطوعية يمتلكوا هذه المهارات؟ يقنعوا شركة من شركات القطاع الخاص أنك تعالي اليوم رعي لنا فعالية من الفعاليات التي نصل بها إلى المجتمع؟ خليني أقول لك شيء، يعني إحنا لازلنا المجتمع لازال مبتدئ في هذا المجال. طيب. يعني إحنا هذه الأمور التسويقية الحين بدأت يعني تنشط وتنتشر بشكل أكبر، بس في البداية ما كانت في هذه المهارات موجودة، إنه كيف أنا أروح وأسوق لفعاليتي، كيف أنا يعني صدقا أنا أقول لك يعني هذه فعاليتنا إحنا، كيف روجنا لها وكيف وصلنا لها لشركة مثلا معينة، وأخص هنا بالشكر لشركة حياة للمياه لأنها قدمت دعم جزئي للفعالية هذه، لفعاليتنا اللي قمنا فيها. فتجد صعوبة، نجد صعوبة في إقناع الشركات بهذا الشيء. لذلك يعني إحنا لما شفنا هذه الصعوبات عرفنا الفرق التطوعية المبتدئة صعب عليها أنها توصل، فلذلك حاولنا نقدم لهم الأمور بشكل على بساط من ذهب مثل ما يقولون يعني. جميل. طيب كيف كان تفاعلهم؟ كيف كان تفاعل الفرق التطوعية؟ الفرق التطوعية كان تفاعلهم جدا ممتاز. وكلهم تحت مظلات قانونية لجمعيات المرأة؟ لا ما كلهم تحت مظلات قانونية، كلها فرق، معظمها فرق تطوعية ناشئة، أو في بعضها جمعيات ولها أفرع فرق، يعني مثل جمعية المسنين لها فرع مستحدث حاليا مثلا في مسقط. طبعا هذه المعلومات احنا كلنا تعرفنا في أيوة تعرفنا عليها في الملتقى. نفس الشيء في مثلا عندك فريق صدف لدعم الصم، فكرتهم جدا رائعة، يعني إنهم فريق متخصص لدعم الصم، فالمجتمع ما عنده فكرة عن هذه الفرق، والفرق نفسها محتاجة إلى متطوعين يعملوا معاهم، فبالتالي يعني هذا التعريف كان جدا ممتاز يعني. واليوم التقنية الحديثة سهلت يعني عمليات التسويق والترويج للفعاليات، يعني بالفعل فئة كبيرة من الشباب يستخدموا هذه الفعاليات بالفعل. هذه التقنيات، فالأمر متاح للتسويق بالفعل. بس مثل ما أنت قلت يعني الفرق كان بالنسبة لها الموضوع جدا ممتاز والفكرة جدا ممتازة واستجابتهم كانت جدا رائعة، بس للأسف الشديد
الشركات. وأكرر وياريت أنه هذا يكون منبر للتواصل بين الجمعيات والفرق التطوعية مع الشركات، لأنه الشركات اللي قمنا بدعمهم سواء كانوا للتكريم أو للدعوة بحيث أنهم يكونوا موجودين، وهذا الحضور كان جدا، الاستجابة كان جدا ضعيفة. فأنا أتوقع قسم المسؤولية الاجتماعية في الشركات يحتاج لها شوية تطوير، يحتاج لها نزول إلى المجتمع وانطلاقة في ساحة الفرق التطوعية والتعرف عليهم أكثر. نعم، ويتجاوز المفهوم مفهوم مسؤولية اجتماعية إلى شراكة مجتمعية، أصبحوا شركاء حقيقيين في تنمية المجتمع. بالفعل. طيب، وصلنا إلى عمل مؤسسي واضح في جمعيات المرأة العمانية على الأقل في محافظة مسقط كتجربة. العمل المؤسسي واضح يعني من ناحية الأمور الإدارية، خطة العمل والتسويق، جدول أعمال وفعاليات واضحة، حتى هذه الفرق التطوعية المنظمة تحت لواء هذه الجمعيات تأخذ بحذوكم. هذا سؤال خطير جدا صراحة. يعني شوف، أنا أقول لك ما في شيء كامل. صحيح. قد ما نحاول نسعى في النهاية لازم في ثغرات موجودة. صحيح. ودائما من كل شيء احنا نبحث وين الثغرات بحيث أنه نحاول نغطيها. فأنا ما أقول لك أنه إحنا وصلنا إلى مرحلة الكمال أو إلى طبعا مرحلة متطورة جدا، بس الحمد لله يعني أتوقع أنه إحنا وصلنا إلى مرحلة قد تفوق جمعيات أخرى. جميل، نحن نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، وإن شاء الله أكيد راح نكون متابعين لفعالياتكم في المستقبل إن شاء الله، وقد اتضحت الرؤية بشكل أوضح وسوقت وروجت الفعاليات بشكل أكثر توضيحي. شكرا لك على وجودك معنا أستاذ عطفة بنت حسين لواتية، نائبة رئيس مجلس الإدارة لجمعية المرة العمانية بمسقط، رئيسة اللجنة الإعلامية ومنظمة الفعالية، فعاليات الملتقى الإعلامي الأول للجمعيات والفرق التطوعية. شكرا جزيلا لك. عفوا، فقط أذكر نقطة واحدة، أنه إحنا لازلنا نبحث عن متطوعين، المجال مفتوح للمتطوعات سواء كانوا نساء أو شباب، لأن الفعاليات الضخمة مثل هذه صعب أنها تقام على أكتاف 5 أو 6 متطوعين. إحنا نتمنى المتطوعين يعني يعرفوا المكان إليكم أصلا، يعني هم أيضا يبحثوا عنكم وإن شاء الله يعني يصلوا إليكم، والمجال متاح للجميع لخدمة عمان. شكرا جزيلا لك على وجودك معنا. مشاهدينا، متواصلين معكم بعد الفاصل إن شاء الله، راجعين لكم لختام أمسية اليوم من برنامجكم من عمان. Thank you.
إذن مشاهدينا وصلنا معكم إلى ختام محطات هذا اللقاء من برنامجكم من عمان في الإطلالة الأخيرة قبل انطلاق فعاليات مهرجان مسقط 2014. يوم الغد إن شاء الله إطلالة جديدة لبرنامج هلا مسقط يغطي مختلف فعاليات مهرجان مسقط في مختلف مواقع هذا المهرجان بمختلف فعالياته. نذكركم أيضا مشاهدينا أن يوم الغد إن شاء الله نعتذر عن بث برنامج المسابقة العمانية، سنواصل إن شاء الله بثه في الفترات القادمة. نتمنى لكم إن شاء الله أوقات طيبة وجميلة، ونلتقيكم دائما على الخير من خلال مختلف البرامج ومختلف اللقاءات. إلى اللقاء.